هنا التلفزيون الجزائري العمومي، هنا صوت وصورة الجزائر. يبقى المشاهد الكريم هو الحكم الكفيل بإدراك عطاءات المؤسسة العمومية. أكيد سيحرص على تلبية كل أذواق وفئات المجتمع الجزائري. وهذا وحش كبير من عندي، ربي وعيل بابا أتمني راني حية وحلم يزيد يعطي يده ليك بإذن الله، يكون إنتاج لبس به زين. هذاك يا برينو ايدي نظن كنا ماشي دار حارة الشهداء. فهمت ولا لا؟ انا هو الحل. عدنان مسالون سانز المقرن وسالماغ اذي عجب الطس. اكيد المشاهد الجزائري سيكون على موعد مسلسل ايزوران. هذاك يا برينو ايدي نظن كنا ماشي دار بنتي فيلا والله هش اولاش أعمال هذه تكون راسخة في الوجدان تاع المتفرج الجزائري. هذا شيء يتمناه كل فنان باش ما يبقاش في نفس على نفس الوتيره. التلفزيون الجزائري كان هو أول اللي مد لي الفرصة باش نبان في التلفزيون. هذه عينة من بعض برامج شبكة رمضان 2023 للتلفزيون الجزائري في رمضان معنا لما وفرجة لهذا الجمعة 58 دقيقة على قنوات التلفزيون الجزائري. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب.